أستاذة هاني شنودة، حضرتك يعني عاصرت عظماء في تاريخنا. على سبيل المثال في مجال الغناء عبد الحليم حافظ، وكان ذكيا جدا، وأنت في البداية ما كنتش عايز تشتغل معاه، أو يعني ترددت إلى حد ما، لكنه استدرجك. هل التعبير ده صح؟ ده صح صح. الحقيقة هو كان بيجي يقف على يميني وأنا بلعب على الأوج الهاوند، وكان يعزمني على الغداء وانا كنت ازوغ. احنا كان بنعمل ماتيني الصبح من الساعة 12 لغاية الساعة 2، فيعزمني على الغداء فانا ازوغ. ليه بقى؟ كان في الشلة، وكان في جيرل فريند، وكان في السينمات، وكان في يعني هسيب ده كله واروح بقى اكل مع واحد راجل بالشوكة والسكينة. وده خلاني افهم ان الجيل الصغير دلوقتي لما بقول لهم تعالوا بيبقوا بيزهقوا مني برضه، نفس الحكايه. هو لما خلص العقد بتاعنا في اسكندريه وجينا القاهره كلمني بقى في التليفون، كانش في موبايل لسه، التليفون الارضي، وقال لي انا على فكره جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز. قلت له العنوان ايه؟ انا جاي لان قاري عنه وبتاع. اللي قال لي الحكايه دي الاستاذ مفيد فوزي. قال لي انت حيرتنا. ليه؟ وتعبتنا. ليه يا عم انا عملت فيك ايه؟ قال لي عبد الحليم كلفنا نعرف انت بتحب ايه. يعني عبد الحليم حافظ في عز يعني مجده كان بيحاول يستدرجك، يعني كان مش قادر يستدعي هاني شنودة وانت كنت شاب صغير. هو كان بيجي يشوف عندنا في الماتينيه 3000 4000 نفر بيتنططوا اهلهم قاعدين، فهو عنده بصيرة نافذة، عارف ان المستقبل مش للفرقة الكبيرة بقى لا، ده المستقبل للكائنات الصغيرة دي. فدي جاية جاية، هو عارف. انا ما عرفتش، يعني ما عنديش وضوح الرأي اللي عنده، ولا انا فاهم في حاجة. انا لسه صغير، كنت في الوقت ده حاجة وعشرين، يعني ما مش قادر اوصل للي في دماغه. طب ورحت له البيت وشفت الجهاز الجديد؟ شفت الجهاز، دخلت حطيته في الكوبس وقعدت العب. بلعب بقى الحاجات اللي انا اعرفها، سترينجر ان ذا نايت، اف يو جو اواي، ميك ات بام، الحاجات دي كلها. هو سابني شويه وطلع لابس يعني جلابيه شيك كده، حرير وبيضة وطاقيه 45 درجه كده، وقال لي ما تعرفش حاجه من الحاجات دي؟ قلت له اعرف اهواك. طب العبها. فضلت العبها بتنويعات طرق مختلفة. قال لي وقف، انا عايز اكلمك بصراحة. قلت له اتفضل. قال لي انا عايز تعمل لي فرقة زي فرقة البتيشا. قلت له بس انا عندي شرط. هنا بقى هو كشخ. دي كانت عامل سيد البواب بتشرط على الهرم الأكبر. هو عارف نفسه، هو عارف ان هو نجم العرب. أيوة. وانا مش عارف اي حاجه، عايز العب على. قال لي خير؟ قلت له انا اللي العب على الجهاز ده. قال لي ما انا جايبه لك. وعملنا الحفله دي، خلصنا. قال لي احنا لقينا نفسنا، تذاكر الطيران هتبقى قليله، حجزات الفنادق، هنلف العالم ونوريهم قد ايه مزيكتنا حلوه. بعدها للأسف هو يعني كان آخر كان مريض. لكن هو كان ذكي جدا فعلا، انه يعني عارف ايه اللي جاي، ايه الايام اللي جايه. لا طبعا طبعا.